ده حقي، حقي ان اتجوز ويبقى لي عيال وبيت زي زيكم. انتوا ايه؟ لا بترحموا ولا بتسيبوا رحمة ربنا تنزل. ولعلمك انت لو ما حددتش يوم لكتب الكتاب انا هتجوز وغصب عنكم كلكم. ها قلت لك سيبيني لوحدي. انت ايه ما بتفهميش؟ انا في مصيبه، ابعد عني، حل عني. مصيبه ايه دي؟ هي يعني المصايب ما تجيش لما يكون ليا مصلحه؟ ايوه فهمت. كريمه وعملها المجندل اللي عملتهولي، السحر اللي سحرت اهلي اشتغل. ايوه عشان انت كنت موافق على الجواز، دلوقتي لا طايقني ولا طايق تسمع حسي ولا طايق سيره الجواز. الله يحرقك يا كريمه وياخدك. لكن ومقام المصطفى، لو الموضوع ده خرب ولا حصل فيه حاجه لكن شق بطنها ونطلع مصارينها البر. يا بوي يا بوي، الكلام اللي سمعته صح؟ كلام ايه اللي سمعته؟ صحيح انك طخيت عمي عبد السلام وجبت اجله؟ يا لهوي يا بوي، الكلام ده صح؟ يا نهار ازرق، يا نهار مجندل، طخيته؟ يعني مفيش فرح؟ ست فريدة، كويس انك رديتي علي. خير يا مفيدة؟ ايه بس اللي قلقك ومخوفك؟ لا انا هجيلك. ايوه هجيلك، في مليون حاجة عايزة اتكلم معاكي فيها. مش طايقة القعدة لوحدي، وبعدين انا مش واخدة على القعدة في مصر، انا مش عارفة اروح ولا اجي، وحاسة كدهني مقطوعة والرعب مالكني. سايقة عليك النبي يا ست فريدة تشوفي لي حل. أنا مش هقدر أقعد هنا أكتر من كده. لا ما تخافيش، أصبري شوية. الأمور هتنحل. أيوة أمال إيه؟ اللي تشوفيه يا ست فريدة، أنا من يدك دي ليدك دي. مع السلامة. أنا اللي أستاهل ضرب الجزمة. اللي سمعته ده صح؟ يلا نمشي من هنا يا زينب. ردي عليا، اللي سمعته ده صح؟ أيوة صح يا زينب. يعني عمي قتل خالي؟ تقولي موقفكم هنا، اطلعوا على فوق. على فوق فين؟ عايزنا نروح فين؟ عايزنا بقى نطلع فوق علشان ما نسمعش اللي انتوا هتقولوه؟ ما انتوا هتقعدوا وتظبطوها وتطبخوها كلكم مع بعض، وفي الاخر تبقى قضاء وقدر. زينب! ايه الصوت ده؟ هو مفيش كبير ولا ايه؟ معلش انا اسفه، انا نسيت. ما انت الكبير اللي لازم تقعد وتحل كل حاجة وتلاقي لها ألف مخرج، مش كده؟ ما تنطق. انت مش فاهمة أي حاجة، تعالي وأنا هفهمك، تعالي. هتفهمني إيه وهتقولي إيه؟ هتقولي بقى إن إحنا عيلة واحدة، واللي يسيبكوا يسيبنا واللي يسيبنا يسيبكوا، والشويتين بتوعك دول هتقولي بقى إن إحنا لازم نحبي كلنا على بعض ولازم نبقى كتفنا في كتف بعض. أقول لك أنا هتقولي إيه؟ هتقولي إن عمي وفي مقام أبويا انا لازم احافظ عليه واحط فوق دماغي. عايزني بقى اروح اقول لامي انسي انسي خلاص ان عمي قتل خالي. انت بتقولي ايه؟ انسي، اوعي تجيبي سيره ياما. قولي كمان، ما انت طالعه زي امك. انا طالعه زي امي، والحمد لله ان احنا طالعين زي امنا، مش زيكم يا عمتي. ما هو ده السم اللي امك رضعتهولك مع لبنها. لا وانت صادقه يا عمتي، ده السم اللي اتعلمناه منكم لما خدتوا حقنا وسبتونا لوحدنا، ما فكرت لك كوني ناسيه. يلا اسمعي، انا عايز اتكلم معاكي. الكلام خلص ما بيننا خلاص يا ابن عمي. ريتال تطلعيش؟ لا طلع. لا مش هتطلعي. هتمنعني ولا ايه؟ همنعك. تنسي ان انا جوزك ولا ايه؟ الله الله، ما هو ده اللي انا قلته من الاول، كريمة وبناتها عايزين يلهفوا ببيت في عبهم. الكلام ده صح. صح. سيبيها، تعالي. قلت لك ما تطلعيش.
أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي. اقعدي. عايز إيه؟ عايز أتكلم معاكي. هتتكلم هتقول إيه؟ يعني في إيه؟ في اللي إحنا فيه. أه في اللي أنتوا فيه، مش اللي إحنا فيه. إحنا لا قتلنا، ولا إحنا افترينا، ولا ماشيين نقول إن مفيش غيرنا على الأرض. إيه الكلام ده؟ دي الحقيقة يا مروان. حقيقة إيه؟ يا زينب إحنا عيلة. أبوس إيديك. أنا مش عايزة أسمع كلمة عيلة دي تاني. إحنا عمرنا ما كنا عيلة. إحنا عمرنا ما حبينا بعض ولا قربنا من بعض بجد يا مروان. العيلة اللي بجد بصحيح بيبقى كل واحد فيهم بيخاف على التاني. كل واحد مستعد إن هو يشيل اللقمة من بقه ويديها للتاني علشان يعيش. مستعد يقطع من لحمه علشان يحمي اللي منه. بلاش تقولي بقى والنبي إحنا عيلة دي. كانوا زمان بيقولوا إن الدم عمره ما يبقى مية. أنا دلوقتي بقول لك هو أصلاً مية. اللي في عرقنا ده عمره ما كان دم واحد. مش حقيقي. مش حقيقي يا زينب. اللي حصل ده انت مش فاهمه حصل ايه. انت لو عايشه هنا كان عليك. كان ايه؟ كان بقى عادي؟ كان بقى طبيعي. مش المفروض اخاف. مش المفروض ان انا اقلق ابدا. عايز تفهمني ايه؟ ان العيله الواحده تفضل تاكل في بعضيها كده؟ كل واحد عمال بيدبر ويخطط للتاني عشان ياخد حقه منه. عايز تقول لي ايه؟ عايز تفهمني ان انت لازم تسمع كلام ابوك وتنفذه حتى لو كان غلط من غير ما تتكلم؟ عايز تفهمني ان بنت عمك بعد ما كان ليها مقام ومركز في وسط شغلها وما بين زمايلها تتذل؟ تتهان عشان اللي حصل لها؟ وانا اجيب عمي مليان بفلوس ابويا؟ انت فاهمه كل حاجه يا زينب. معاك حق. انا مهما اتكلمت او قلت اي حاجه مش هقنعك. بس أنا بقى لازم أصدق. مش كده برضو؟ أخوك حسن اتجوز أختي من ورانا، يصح الكلام ده برضو؟ عارف اتجوزها ليه؟ علشان يذلنا ويحط رقبتنا تحت رجليه. وأكيد أمك طبعاً هي اللي قايله له يعمل كده. الكلام ده هو ده اللي أنتوا بتفكروا فيه. هي دي الطريقة بتاعتكم يا مروان. وأنا من هنا ورايح هعمل كده بالظبط. هي دي الطريقة اللي هفكر بيها. وهو انت فاكر ان انت هتقدر تمنعني يا حسن؟ اه امنعك. ليه ان شاء الله؟ اقول لك انا ليه؟ عشان ما شهدش على ابوك انه قتل خالي، صح؟ بت انت تقدر تفتحي خشمك بحاجه زي دي؟ وما اقدرش ليه يا عمتي؟ هتمنعوني؟ لو فتحت خشمك انا هقتلك. وماله يا حسن؟ اقتلني عشان يبقى ابوك قتل خالي وانت قتلت بنت عمك والبيت يخرب بقى. ايوه هو ده اللي انت عايزاه، خراب البيت. لا وانت صادقه يا عمتي، ده اللي انتوا عايزينه واللي انتوا عملتوه. حسن تعال عايزك على المكتب. ما تطلعش. تطلع تروح فين؟ هي تقدر؟ اوعي. مش هوعى. انا بقى اللي هعيدر بيتك من اول وجديد. حسكوا عالي ليه؟ مش كفايه المصيبه اللي احنا فيها؟ حسن اتجوز ريتال بنت عمي. نمت ودخلت عليها. رد دخلت عليها. لا مش عارف ايه المصايب اللي عماله تتحدف على راسي دي. انا مش من قدامي دربك. امشي. مش همشي اما اطمن ابوي. بوك تعني كنت عملت حساب لابوك ولا حتى اعتبار؟ امشي من قدامي. بقول لك امشي. انا مش همشي يا حاج. مش همشي لما اعرف اخره الحكايه اللي احنا فيها دي ايه. انا مش هسيبك الا لما اطمن عليك. انا عارف اني غلطت وعارف اني كنت ماشي بمزاجي، بس والله ما اعرف ان الحكايه هتوصل لكده. انا مش هسيبك. انا هقول ان انا اللي ضخيته بالنار. ايوه هقول انه عرف اني متجوز ريتال في السر. قام وقف قدامي وشتمني وضربني. فانا ما استحملتش فرحت طخه بالنار. انا مش هقدر اشوفك تدخل السجن ولو ليوم واحد يا ابوي. لا وانا مش موافق انك تعمل كده. يا ابوي انا هحل الموضوع. هحله. كده
كيف؟ هروح عند العمدي. مروان! بتقولي ايه؟ رحت عليك وزن حسن؟ امتى؟ وازاي؟ محدش قال لي ليه؟ يا هو انا قلت ان الموضوع سهل انه يتحل، خصوصا ان هما متجوزين على الورق بس. ورق يتحل وسطها، يتحل وسطها البعيده من هنا ورايح. رتال خلاص بالنسبه لي ماتت واندفنت. سمعتيني يا ماما؟ ورد ما ينفعش. بس وانت كمان، وانت كمان لو انا عرفت ان انت كلمتيها ولا لساني جه على لسانها اعتبري نفسك كمان ميتة، ميتة بالنسبة لي. وانت كمان كلمت كامل؟ ايوه، وقال لي جاي كمان شوي. عايزاكي تكلمي شحت، تقولي لها هتجيني فورا، تسيب كل اللي في ايديها وتجيني على طول. سمعتي؟ يلا قوم، مش عايزة حد جنبي، مش عايزة حد معايا. ماما انا مش هينفع اسيبك. بقول مش عايزة حد معايا. قومي قومي قومي. طب يا ريتال، طيب يا بنت عبد الله، طيب طيب يا ريتال. شفتي 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 انت جمربنا؟ اهو جهر قلبها على اخوها بعد جوزها عشان تبطل اذيه في خلق الله. بس اخويا كده هو اللي هيروح فيها. ليه؟ العمده وحبيبه والف من يشهد انه ما كانش هناك، وكريمه كل عيلتها حريم، يعني ما عادلهاش حد تتسند عليه بعد ما سندها راح. والله صحة عندك حق. خليها تمشي راسها في الطين عشان تتعلم ترفع راسها في سيادها. مش كان خلصنا منها وجاب اجلها هي كمان؟ هيحصل يا حبيبتي هيحصل. انا مش قاهرني غير ان جوازتي هتتاجل. تتاجل ليه عاد؟ واهلي ليه عاد؟ ما تخافيش، جوازك ان شاء الله في ميعاده، وعبد الحكيم حيطلع منها زي الشعره من العجينه، وحشوف كريمه مهريه من حزنها. اصح ده في خبر لما تعرفيه هتعرفي ان كريمه هتموت. قولي قولي. حسن ولدي ماله؟ اتجوز ريتال. يا مهري! ليه؟ ليه؟ اهدي قلبي، اهدي قلبي، اهدي اهدي قلبي. انا بموت، انا بموت. اهدي اهدي. هتاريه كان عمال يلف حواليها الكلب، هو فين؟ تحت مع عبد الحكيم، وهي دخلتها اوضتك وقفلت عليها بالمفتاح. فين المفتاح؟ هجيبهولك. قلبي قلبي. افتحها. نورتي. ده نورك. صدقي انت دونا عن اخواتك قريبه من قلبي. من القلب للقلب رسول يا مرات عمي. يا حلوه، يعني مش همك ولا خايفه؟ اخاف؟ واخاف ليه؟ هو انا ببيت غريب لا سمح الله؟ ده انا ببيت جدي، وجوزي يبقى ابن عمي، وحماتي تبقى مرات عمي، يعني مفيش أمان أحسن من كده. صح يا روحي صح. قولي لي انت كيف لفيتي على الواد؟
حسن؟ وهو حسن برضك يضحك عليه؟ لا ما يضحكش عليه إلا من بيت من بنات كريمة اللي عينهم بجحة يندب فيها رصاصة. بنات كريمة أشرف من الشرف، عارفة ليه؟ عشان بنات كريمة هم بنات عبد الله، وعبد الله يبقى أخو جوزك اللي هو عمي برضو. بفكرك والله اللي كنتي هتموتي عليه واللي اختار أمي وسابك أنت. انتي بتقولي؟ بقولي اللي انتي عارفاه وفاهمه كويس قوي، واللي عقلك مش عايز ينسى لحد دلوقتي. كل ما عقلك يقولي خلاص نسيته تظهر لك كريمة يا حرام، وتخليكي تكلف نفسك وتهري في روحك. انتي بنت جليلة رباية. اسمعي يا جبرية، يو أقصد يا مرات عمي، اللي أمي ما عرفتش تعمله معاك السنين اللي فاتت دي كلها، أنا بقى هطلعه على جدتك. حياة كريمة؟ لا وأنت السابقة، وحياة عبد الله. يخرس يا جليلة الحياة. أنا غير كل البنات. لا بنات إيه بقى؟ ما أنا خلاص بقيت مرات ابنك، يعني بقيت مدام. غير كل النسوان اللي مروا عليكي في حياتك، أنا حاجة لوحدي كده. عارفة الحية؟ أنا الحية اللي تلف على فريستها لحد ما تعصرها عصر. أهو أنا، وأنا اللي حقت عرس الحية. ماشي، يا أنا يا أنتي. يا حسن يا مروان، الحقوني يا ناس. يا حسن الحقني، يا حسن، يا حسن، يا مروان الحقوني. يا حسن الحقني، يا حسن، يا حسن. افتح الرتاب. والله ما عملت لها حاجة ولا جيت يميتها. الحقني يا حسن، ولا انت يا اخويا مستغنى عني؟ انا مش شايفة عايش في البيت ده يا حسن، مش شايفة عايش فيه. ايه ده؟ مش عايز يرد عليا خالص، كلمت اكتر من 10 مرات. اهدي بس. اهدى ده ايه؟ انا قلت ده مش هيسيبني وهيرجع لي جاري. يا بنتي مش عبد الحكيم. بقولك ايه، انا كده بدات اقلق. عبد الحكيم لو هيموت عليكي استحاله يعمل اي حاجه تبين ده. طب اعمل ايه؟ بصي بقى، انا هقولك على حاجه تعمليها وهي دي اللي هتبقى في الجون. قولي. عبد الحكيم لو مرنش عليكي النهارده ولا حتى كلمك، تاخدي بعضك كده وتروحي تزوري في البلد. يا نهار اسود، ده كان يضربني بالنار. ويضربك بالنار ليه؟ بالعكس، ده هيفهم من كده انك انت بتحبيه جدا، وان هو خلاص خيش في مخك، وان خلاص ما تقدريش على بعض. انت مجنونه؟ ده مراته هناك، دي تاكلني. وحسن بقى بالذات لو شافني هناك ممكن يرميني في الترعه. حسن، ما هو ده المشكله. ما حضرتك لو ما كنتيش تعرفي سي حسن ولا كان لك علاقة بيه كان الموضوع هيبقى أسهل من كده بكتير. المشكلة بقى واللي أنا خايفة منه إنه يكون قال حاجة لعبد الحكيم. لا ما أعتقدش. وما تعتقديش ليه؟ حسن دهبل، ما يهموش غير مزاجه وبس. لكش أنا بس اللي طلعت عبيطة وما عرفتش أستغله كويس. خلاص يا حلوة، وريني بقى هتعملي إيه مع الزغلول الكبير. ليه يا حل يا عمده؟ ليه يا حل؟ بس يعني بس ايه؟ قلت لك ليه يا حل والحل عندك انت؟ ما هو اللي محيرني ان كريمه ذات نفسها مش عايزه تبلغ. طب ده زين. لا مش زين، طالما مش عايزه تبلغ يبقى الموضوع ده يعني يجلج يحير. يعني ايه يجلج؟ يعني هتعمل ايه؟ ما انت عارف ايه اللي حصل. فاكر؟ اسمع، كريمه دي تجبرات عمي، واللي انتحر
ايوه انتحر. طيب اخوها يعني الحدوتة كلها منين وفيني؟ مروان انا مش عايز مشاكل في البلد. مش عايز مشاكل؟ يبقى تسمع الكلام. بقول لك ايه؟ حل مشاكلك بقى مع كريم، مالهش انا دخل في الموضوع. اعتبرها خلصانه. خلصانه يا عمده. ودكتور الصحه ده حبيبني. ورقه الدفن ساعه وتكون عندك. الكلام ده كبير. ايوه كبير. ولو ما سمعتش الكلام البلد كلها هتولع. كلامك ده يا مروان هولع هيولع البلد. اسمع يا عمده. اسمع، انا سكتت كتير قوي. واللي خلق الخلق، واللي خلق الخلق، لو غفيرة وعسكري هياخد ابويا، ده انا هدرمغ هدرمغه. هحرق البلد كلها من شرقها لغربها، من كبيرها لصغيرها. فاهم ولا لا؟ ده الكبير، الكبير يا عمدي. اسمع الكلام والدنيا هتمشي سلام. فاهم ولا لا؟ مش عارف ايه بس اللي خلى عبد السلام ينتحر. ما تخافش يا ابوي، محدش يقدر يقرب ناحيتك. اللي هيقرب من بيت الكبير اولع فيه. انا مش خايف يا ولدي، مش مصدق انه عملت كده. هو اللي غلطان، هو اللي غلطان يا ابوي. انا لو كنت قاعد كنت أنا اللي هخلص عليه. قتلت صاحبي، صديق عمري. رحت له لحد بيته، رحت له لحد بيته عشان ترجع هيبته وكرامته. هو اللي جنى على روحه. الشيطان ركبني. لا يا ابوي، الشيطان ركبه هو مش انت. الشيطان قال له احط راسه براسك يا ابوي. ما تشغلش بالك، خلاص كفايه كفايه. كل اللي احنا فيه ده سبب عمي ومرات عمي. انت شلت عبد السلام سنين كتير يا ابوي، كتير. كفايه تحملنا بنته اللي بطنها ناشفه لا ينبت فيها نبت ولا تعلي فرعه كمان. يعني ايه؟ يعني خلاص ما تشيلش بنفسك يا ابوي، ما تشيلش في نفسك. كنت عايز تعمل ايه؟ يتطاول عليك اكتر؟ تديله خدك التاني عشان بعد كده يدوس علينا كلنا؟ برضك انا اللي غلطان. لا يا ابوي، لا، هو اللي غلطان ومن زمان كمان. مش كفايه بنته اللي طلقها علينا لا عارف يلمها ولا يربيها؟ كل ده خلاص خلص يا ابوش، خلص. الطلقة اللي طلعت من يدي خدت روحها. مالك يا ابوي؟ فيه ايه يا ابوي؟ عبد السلام كان صاحبي يا ولدي. احزن يا ابوي براحتك، بس ما تنساش احنا محتاجين الكبير، محتاجين عبد الحكيم. البيت الكبير ده محتاجك شابوش، محتاجك. اللي انت عايزه هعمله لك. اهدى اهدى، تعال. يا ترى بتعمل ايه دلوقتي يا كريمة؟ عبد السلام اخويا مات زي ما اي حد بيموت، وانا جيت اقول لك، بس مش عايزك تقول لاي حد. وتصريح الدفن العمدة قدها وقدود يا زينب. صدقوا بقى ان مروان جه وطلب مني نفس الطلب اللي انتوا بتطلبوه ده. وقال لك ايه تاني؟ قال لي اي عسكري او غفير هيهوب ناحيه ابوه
هيولع فيهم. مروان؟ اه مروان يا زينب. مستغربة ليه؟ ما هو رادع من جبرية ويبقى من صلب عبد الحكيم، يعني كلهم تينا واحدة. أنا هدفن دلوقتي. تعرف الساعة كام دلوقتي؟ بقول أنا هدفن دلوقتي. يلا يا زينب. الله يرحمه. أنت كنت فاكرة مروان مش شبهه، مش كده؟ كلامه يا ماما. اسمعي يا بنتي، كل الناس اللي في البلد دي شبه بعض، ما فهمش حد مختلف عن التاني. أنت عايزة تعملي إيه؟ قوليلي. عايزك تبقي معايا وفي ظهري. أنا طول عمري في ظهرك يا ماما. أبوك الله يرحمه مات بحسرته من اللي عمله عبد الحكيم، وأخويا مات برصاصة وبرضه من عبد الحكيم، وكل اللي لينا في إيد عبد الحكيم، وكل العز والخير اللي هو فيه ده من حقنا وبتاعنا، وأنا مش ههدى غير لما كمان روح عبد الحكيم تبقى في إيدينا. اللي أنت عايزة تعمليه أنا معاكي فيه. أنا عايزة أملك البلد دي من أولها لآخرها. مش عايزة ولا صغير ولا كبير يتنفس غير بأمر مني. ولا عيل يحط ببقه لقمة إلا بأمر من كريمة. قال بيقولوا عبد الله ما خلفش إلا بنات. وكريمة مرة غلبانة ملهاش ظهر ولا حد ياخد بطارها. نسوان ومكسورين الخاطر. وحياتك أنت عندي، لنكسر رقبة أي حد ونقطع لسان أي مخلوق يقول كلمة ما تعجبناش. أنا مش هيهدى لي بالي ولا هستريح يا زينب غير لما كل اللي في دماغي يحصل كل اللي في دماغي. وأنا مش هنام غير لما ناخد حقنا تلت ومتلت. ربنا يبارك لي فيك يا بنتي. خليكي لينا يا أمي. حسن تعال عايزك. اسمع يا حسن، اسمع الكلام اللي هقوله، عايزك تحطه في راسك وتفهمه زين. بقول قتال مالها والسهلة. عارف كريمة هتعمل ايه يعني؟ مش هتسكت. احنا كمان مش هنسكت. ايه هتقف قدام الحريم؟ امال هنعمل ايه؟ انا هقول لك. احنا رجالة البيت وكريمة وبنات عمي مسؤولين مننا، بس اللي نقوله هو اللي هيمشي ويمشي على رجبيهم كمان. ما تتنططش. شيء انا من يدك دي ليدك دي. مفيدة اللي تقول عليه. مفيدة خلاص، ما عادش نافع انها تعيش، لا هي ولا اللي في بطنها. انا اللي غلطان لما قلبي حن، بس من النهارده قلوبنا عايزها اكثر من الحجر واكثر من الحجر كمان. قلت لك ما تتنطط شيء. تعالى.
حسن. ناوي على ايه؟ في ايه حسن؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟